فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد نظمته. انشروا العلم، انشروا السنة، املأوا الدنيا أذكارا وأدعية، املأوها نشرا للفضيلة، املأوها نشرا للتوحيد، املأوها نشرا للسنة، حتى تخبع نار الشر من الشرك والبدع والمنكرات والمعاصي والذنوب، فينتشر في الناس الخير فيضمحل الشر. أما إذا ترك الناس نشر الخير فينتشر الشر. إذا تركوا التوحيد انتشر الشرك، إذا تركوا نشر السنة انتشرت البدع، إذا انتشروا الخير والفضيلة انتشرت الرذيلة والشرور. فعليكم بتعليم أنفسكم وتعليم مجتمعاتكم، تعليم أهلكم الخير.